تحية طيبة للجمهور الكريم. أنا في البداية أود يعني ألطف الجو. يعني في العادة لما نحكي فيلسوف أو مفكر بيخطر ببالنا واحد ختيار ملتحي أصلع شي هيك يعني إيه. بس مش فيلسوف لغاية هسه يعني. طبعا أنا عندكم علم بالفنانة الاستعراضية دينية المصرية، راقصة رقاصة. طبعا بنحكى لها فيلسوفة الراقصات، ما بنحكى لها يعني هاللقب يعني كونها حكيمة بهالمجال الفني، لا بنحكى لها لأنها ماخذة ماجستير فلسفة أو ما يعادل ماجستير فلسفة. الراقصة دينا. طبعا أنا بحكي لكم هالشي مش لأنه بكرة مثلا دينا كتبت لها كتاب خلاص ما نقراها لأنه رقاصة، لا. إحنا إذا بدنا نيجي نناقش فكرة ما بنطل صاحبها يعني تاريخه أو شو عمل. يعني على فكرة في كتاب العقاد في نقده للماركسية تناول تاريخ ماركس، يعني حياته أسلوب حياته وأسلوب حياة لينين، وذكر يعني أمور إحنا يعني أكيد نرفضها، بس مش حجة إنه نرفض الفكرة مثلا اللي جابها ماركس أو اللي طورها لينين. أنا ورقتي لطيفة خفيفة، طبعا أنا ما أخذ الجانب العملي وهشام أخذ الجانب النظري، طبعا هشام أخذ الجانب الأصعب في الجلسة. طبعا تحية كبيرة لهشام. الجانب النظري مش أي واحد بقدر يتعمق فيه مثل ما تعمق فيه هشام. طبعا هشام أصغر مني ورغم ذا يعني بعتبره مدرسي معلمي في هالمجال. ورقتي 4 محاور. أنا في البداية لما نحكي المجتمع البحريني والفلسفة بيخطر ببالنا مقولة أو مثل شعبي يحكي له ماله بالغنم تيس. طبعا هالكلام يمكن يزبط إذا حكينا إنه يعني الفلسفة كتاريخ أو الفلسفة كأكاديمية. فعلا ما في جامعاتنا ما في قسم مخصص للفلسفة، ما في اهتمام بالفلسفة يعني كنادي فلسفة أو مركز دراسات فلسفية. لكن الفلسفة مش مجرد أكاديمية أو مجرد تاريخ يدرس، لا. إحنا أصلاً اللي بنسميه أيديولوجيا يضرب جذوره بالفلسفة. الدين كدين هو أساساً فلسفة، لكن منغلق أو منغلقة، فلسفة منغلقة. لازم نميز بين الفلسفة ككل وبين فلسفة في الفلسفة. إحنا أخواتنا السلفيين يمكن أشنع ناس في هجومهم على الفلسفة، بس الفقه والعقيدة اللي بتبنوهم إخواتنا هذول فلسفة. يعني بغض النظر يعني الفلسفة بالنسبة له زندقة ما بعرف إيش هراء، لكن هو نفسه اللي قاعد ماخذ بفكره براسه عقيدة وفقها هي فلسفة. ترى إحنا في البحرين في السنوات الأخيرة شاهدنا تكاثرا شبيه بتكاثر الأرانب مدربي التنمية البشرية. وطبعا في مجال الفن والأدب شفنا اجتياح مش طبيعي للتصوف والعرفان. حاليا في موسم ثقافي لأحد المراكز بدون ذكر اسم، يعني أقتطف لكم جزء من رسالته يقول فيها: حياتنا تتكون من سلسلة أحداث متتالية، فمشاعرنا ومواقفنا المختلفة لا تتشكل من خلال نوع وطبيعة الأحداث في ذاتها، ركزوا هنا، لكن من خلال النظارة التي نرى من خلالها هذه الأحداث. جملة المشاعر من فرح وحزن وإحباط وكآبة كلها تكوينات نفسية ذاتية ما لها علاقة بالحدث. يعني أنا جيت ضربتك كف أنت حسيت بألم، هذا أنت السبب مش أنا، مش لأني صفعتك كف أنت حاسب ألم، لا، أنت نفسك اللي كونت في نفسك هذا. ما يعني شوف لأي مستوى إحنا قاعد، يعني إحنا بنحكي المجتمع البحريني ما في فلسفة أو مش مهتم بالفلسفة، لا، فيه. المجتمع البحريني منخرط انخراط يعني مثل غيره من المجتمعات بالفلسفة. انساك من الأكاديمية، انساك من التاريخ والتدريس هاي السوالف، لا، المجتمع البحريني مثل غيره من المجتمعات منخرط بالفلسفة، وإن بدأ في انخراطه سلبيا نوعا ما أو منغلق. حتى عبارة اللي تداولها بين فترة وفترة يعني لا تتفلسف، هاي لما واحد يحكي لك إياها يعني إذا شوي دققت فيها مش قصده الفلسفة، لا، هو قصده الصفصطة، يعني بلا تلف وتدور بهالمعنى. طبعا هاي كمقدمة، أنا لساتي ما خشيت. يعني أنا كصحفي اصطدمت في البداية مع اللغة المستعملة في الصحافة. اللغة المستعملة في الصحافة
يعني فيها نوع من الانحطاط. انا بتكلم عن الصحافه المحليه، فيها نوع من الانحطاط، مش بس اللغه يعني حتى الفكر. انا لما ناقشتهم في الموضوع حكوا لي، انا ما بتكلمش عن الصحيفه اللي بشتغل عنها، بحكي بشكل عام، بكره بصرفوني. حكوا لي اذا بدنا نوصل لاكبر قاعده جماهيريه بدنا يعني ننزل المستوى، بمعنى اخر بدك تتوسع بدك تنزل. طبعا هذا الغايه او هذا القول يستند على افتراض ان المتواجدين في القاعده او القاع حثاله وشبه اميين، وهم اكثريه المجتمع. استصغار القاعده واستحقار مكتسباتها الثقافيه او ما يمكنها اكتسابه ثقافيا ليس بواقع. هذا الامر غايه بحد ذاته. هالغايه ايش هي؟ المحافظه على هالوضع، ابقوا حيث انتم، او إيهامنا بهذا الواقع، أنتم كذا، يعني أنتم خلص، أنتم ناس أميين شبه أميين، ما لكم بالفلسفة، ما لكم بالما بعرف إيش، الثقافة إلها ناسة إلها أبراجها. هذا الأمر غير صحيح طبعا، هذا مش واقع. أنا يعني بحكي لك أنه مش أنه هذا مش واقع، وفي نوع من الإيهام أن إحنا مجتمعات أساسا ما لها علاقة بالمعرفة والقراءة والثقافة وهي السوالف. وجزء منه طبعا انا ما بحكيش انه الصحيفه نزعتها فقط محافظه او نزعتها مضلله او انها هذا هو خطا، لا، انا بحكي عنها انه تركيبتها البنيويه يعني هي يعني على فكره انا كصحفي او اي صحفي اخر راح يلاحظ انه كل صحيفه لها خط معين واملاءات معينه. هالشيء مش لازم بالضروره يكون مكتوب، يعني في اشياء ما بتكون مكتوبه مبطنه، يعني حتى احنا بنحكي عن مستوى الطفل في نوع من التلقين المبطن، يعني احنا لما يعني حتى يمكن احنا نمارسه على فكره بدون وعي، احنا نلقن اخواننا الصغار او اولادنا بطريقه حتى يعني احنا نفسنا مش واعيين انه هذا التلقين، يعني مثل مساله يعني الرجل او الذكر افضل من الانثى، يعني على فكره احنا في تلقيننا فيها النوع، فيها النزعه الذكوريه، بس احنا حتى واحنا بندعو للمساواه وما بعرف ايش مع المراه، احنا بنلقن بشكل مبطن ولا واعيين. يعني احنا يعني هذا الشيء بسموه البنيه او قهر البنيه للفرد الموجود فيها. الصحيفه نقدر يعني نحكي انها نوع او هيئه من هيئات البناء. الفرد اللي فيها يقهر ويلزم بخطها واملاءاتها. بس طبعا ما بدي احكي انه الصحيفه بحد ذاتها يعني او انه الصحيفه لوحدها بتتحمل الوزر تاع هالنزعه المحافظه وهالجهل اللي بتمارسوا عن طريق انحطاطها باللغة والفكر، لا، حتى الرقابة تلعب دور، يعني الرقابة هي أيضا بنية تحتوي بنية الصحيفة. طبعا ما بدي، طبعا في البحرين في رقابة على الصحافة، يعني لا تصدقوا اللي بحكوا لكم ما في رقابة على الصحافة، بس بتضل أرحم من غيرها. لكن حتى يعني الصحيفة رغم أنه إملاءاتها وخطأ أيضا تحدد الرقابة، الصحيفة نوعا ما في لها حركات تقدر تتملص فيه، تتجاوز في اشتراطات الرقابة، لكن في النهاية لكل صحيفة أو لكل تملص له ثمنه، وربما يعني في حد معين خلاص نحكي للصحيفة بح. ومثال صحيفة الوسط مش بعيد عنا طبعا. في موضوع الثقافة، الرقابة ما عندها مانع مثلا انك تتناقش موضوع او تتناول موضوع كراهية الاجانب اللي موجود في الدول الاوروبية وامريكا. لكن تعال تناول في البحرين، لا بتحكي لك وقف هنا. لا تكمل. هنا ممنوع تتناقش هالموضوع. بدك تطرح امر ثقافي اطرح، بس خليه بعيد عن المجتمع واثارة المجتمع. اللي بيسمحوا فيه بالثقافة بيسمحوا بشكل منفصل عن المجتمع. هيئة منفصلة عن المجتمع. يا اخي في قضايا كثير اجتماعيه وثقافيه في البحرين احنا مو قادرين نتناولها بالصحافه. مش بس لانه يعني بحكي لك المواطن مش راح يفهم، لا بفهم، بس ما بدهم اثاره، ما بدهم اثار المواطن. مثل موضوع كراهيه الاجانب موجود في البحرين، بس ما حد يعني بهالموضوع يعني للاسف مش بس الصحافه، يعني حتى في الجمعيات وفي النوادي لا يثار. ينظر انه ما في كراهيه في البحرين، لا في، موجود نوع في كراهية للأجانب في البحرين. طبعا أنا تكلمت عن الثقافة هنا يعني من حيث هي حاوية للفلسفة أيضا.
نيجي لنقطة معاداة الفلسفة. طبعاً أنا لما أحكي صحافة ورقابة كأني بعطيك الصورة أنه الفلسفة مقبولة وإلها جماهير في البحرين، لا، هذا الكلام مش صحيح طبعاً، رغم أنه منخرط بالفلسفة أو منخرط فلسفياً في المجتمع. في كراهية ومعاداة للفلسفة، هذا الشيء يعني يمكن تلمسه في أي حوار أو نفتح أي نقاش حول الفلسفة مع أي كان في الشارع، ايش رأيك بالفلسفة؟ مباشر يهاجم أهرار، ما بعرف ايش، زندقة وإلى آخره. أنا في البداية حكيت أنه الكل منخرط بالفلسفة، وحتى أخواتنا السلفيين عقيدة وفقا تاعهم هذا فلسفة أيضا، لكن ليش معاداتهم لهالفلسفة؟ فلسفتي هي فلسفة من الفلسفة، لكن ليست كل الفلسفة هي فلسفتي. من مصلحتي أن تكون فلسفتي منغلقة ضد الفلسفة الحاوية للتعدديات. إحنا لما نحكي فلسفة من الفلسفة هنا بتفرق ترى عن الفلسفة. الفلسفة ميدان واسع جدا، يعني أنا في البداية حكيت لكم الراقصة دينا هي فيلسوفة تعتبر، ويمكن بكرة تكتب لها كتاب شيء مفيد نستفيد منه. يعني حتى أخواتنا السلفيين لما حكيت فلسفتهم منغلقة، كل جماعة بتتحافظ على نفسها بدها ترجع لمركزية فكرية. هاي احنا نحكي فكر، ترى الفكر هنا عبارة عن ايش؟ هاي فلسفة. ترى الفلسفة اي فلسفة كانت مهما ارتفعت بعمقها الى السماء تبقى ارجلها على الارض، مهما استحقر هذا الوجود الاجتماعي او المادي وصفه بالدنيا او المؤقتة او الزائفة، هي منخرطة فيه وبصراعاته. في نقطة أنا لما أثير الفلسفة وأدعو إلها، أنا ما يعني بكون بصريح هنا، ما بدعو إلى ما بدعو إلى الحفاظ على تماسك الجماعة، أنا هنا قاعد أهدد الجماعة. طبعا إحنا الجماعة هنا بالمعنى مش الكل، يعني إحنا في البحرين مش كلنا جماعة، إحنا جماعات في البحرين. لما أحكي تهدد تماسك الجماعة والحفاظ على هوية الجماعة، يعني أنا قاعد أدعو إلى نوع من التشتت والتفتت. طبعا هنا هاي دعوة إلى الفردية، لما أدعو إلى الفلسفة أنا أدعو إلى الفردية. هالأمر ضد الجماعة أو يعني المتداول الطائفة. أنا طبعا الطائفة، حتى الطائفة مش قصدي السنة والشيعة، أنا قصدي حتى يعني الطائفة اللي إحنا نسمي حالنا هنا ماركسيين، يعني حتى الماركسيين في عندهم ما يشبه الطائفة، الطائفة الماركسية، يعني حتى يمكن هذا يكون واضح في لبنان أكثر من هنا. المحور الأخير راح أتناول فيه ماركسيون ضد الفلسفة. حكيت أن المركزية الحزبية تتطلب مركزية فكرية، من شذ عنها وصف بالتحريف والمرتد. طبعا العصر الماضي اللي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ياما جماعات وصفت الثانية بالتحريف والمنحرف وإلى آخره. طبعا اليوم هالوضع خلاص تجاوزناه، أنا مش يعني ما راح أحكي لكم هنا، خلينا نطرح موضوع التعددية الفكرية في الماركسية، لأن هالموضوع قائم أساساً اليوم، قائم في كل العالم إلا كوريا الشمالية. طبعاً من العار الاحتفاء بنموذج كوريا الشمالية. الحفاظ على الجماعة الماركسية ليس وحده سبباً ليكون الماركسي ضد الفلسفة. ماركس نفسه له عبارات توحي بنبذ الفلسفة، إنه مثل معايرته للفلاسفة السابقين، أنه فلاسفة في الماضي أتوا ليفسروا الوجود لا ليغيروه. وحتى يعني لنا في عنده مقولة أن الممارسة العملية أرقى من المعرفة النظرية، لأنها تتعامل مع الواقع المباشر. أنا ما راح أحكي لك أنه تأويلها هي خطأ، وأنه لا ماركس ولينين اهتموا بالجانب النظري، وأنه لا حركة ثورية دون نظرية ثورية. بس يعني حتى ماركس اللي تركه مثل ما تفضل هشام في الفلسفة، يعني لا يذكر، لا شيء يذكر تقريبا، رغم انه ماركس كما نعرف رسالته في الدكتوراه الفلسفة كان عن ابي قور، وهيجل تنبأ له بانه سيشغل كرسيه في الفلسفة في الجامعة. رغم ذا يعني ماركس تقريبا صفر في الانتاج الفلسفي. هشام ذكر مسألة المادية الديالكتيكية،
يعني هالمادية الدياليكتيكية لما أجي أنخرط في أي نقاش، يعني أنا أشبه في شيء في أوروبا، يمكن هذا تقريبا الكل شافه فيديو، واحد بيجي بشنطة برميها بصرخ الله أكبر وبهرب، مقلب ثقيل، يعني هو مش حقيقة. المادية الدياليكتيكية تقريبا صارت نفس الشيء، بنكون بنتناقش وفجأة برمي لي مادية دياليكتيكية والكل بفل. لا، الشغلة مش هيك. يعني خلنا نفكك هالمادية الدياليكتيكية، خلنا نراجعها وشو هي. يعني على فكرة معظم اللي بيحكي لنا مادية دياليكتيكية هو أساسا مش فاهم شو المادية دياليكتيكية، يعني بحكي لك هالشيء صعب وشيء يعني أنا نفسي مش متعمق فيه ومش قادر أقبض عليه تماما، لكنه صحيح وسليم وقوي، ما اختلفناش. الرياضيات إحنا مش فاهمينها كمان، أو في مسائل بالرياضيات إحنا ما نفهمها، بس ما حدا بيحكي عن الرياضيات إنها شعوذة أو فلسفة أو تلاعب لغوي وما إلى ذلك. أنا نقطتي هنا الفلسفة بالنسبة للماركسي، إذا أنت ما فهمتها مش يعني تلاعب برجوازي، مش يعني شعوذات ما بعرف إيش ليبرالي، لا، يعني إشي ما فهمته مثل الرياضيات، يعني أعطيه مجال خلي غيرك يفهمه. يعني بالنسبة إلي بشوف إنه الوقت جدا متأخر إنه نعلن إنه الأوان حال لنراجع المادية الدياليكتيكية ونفككها، لكن يعني الوقت أبدا لا يكون متأخر على الاهتمام بالفلسفة والدعوة إليها والاحتفاء بها بوصفها حاوية للتعدديات. وبهذا أنا أخلص. شكرا للصحفي.